خلوني ابدا مع حضراتكم باول خبر، وهو خبر هام جدا لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، لانه خبر كان ينتظره الكثير والكثير من اعضاء الجمعيه العموميه. وزي ما وعد مجلس اداره النادي الاهلي منذ بدايه انتخابه في 2018 او 2017 حتى هذه اللحظه، مجلس اداره النادي الاهلي من خلال برنامج عائله النادي الاهلي قال ان هو هيعمل جراج لاعضاء الجمعيه العموميه في مدينه نصر او في مقر النادي في مدينه نصر، مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. وبالتالي بكره ان شاء الله هذا الحلم سيصبح حقيقه بعد انجازات كثيره جدا جدا هنتكلم عنها دائما خلال الفتره القادمه. فمجلس اداره النادي الاهلي ووزير الشباب والرياضه ومحافظ القاهره يفتتحون جراج فرع النادي الاهلي بمدينه نصر غدا ان شاء الله. زي ما حضراتكم عارفين وزي ما حضراتكم شايفين، العمل كان على قدم وساق خلال الفتره الماضيه للوصول بهذا الشكل وبهذا الانجاز الرائع اللي بيحسب لمجلس الاداره الحقيقه، لانه كان عندنا مشكله كبيره جدا خلال السنوات الاخيره لمسها مجلس إدارة النادي الأهلي من خلال أعضاء الجمعية العمومية في مقر النادي الأهلي في مدينة نصر. وبالتالي استطاع مجلس الإدارة أن هو يحقق حلم كل الأعضاء من خلال إنشاء جراج كبير جدا جدا وبسعة كبيرة جدا لكل الأعضاء. مش هيبقى عندك بقى مشكلة أن أنت تركن عربيتك بره النادي وتلاقي حد من المرور مكلبشها أو حد عاملك عليها مخالفة ولا الكلام ده كله، ولكن دائما تلبية أعضاء أو تلبية رغبات أعضاء مجلس أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي دائما ما بتكون في أولويات مجلس إدارة النادي الأهلي. إن شاء الله بكرة هيكون الكابتن محمود الخطيب بوجود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة هيكونوا متواجدين لافتتاح هذا الفرح هذا الجراج، والجراج على مساحة مساحة كبيرة جدا ويستوعب 1000 عربية، وهو ما يمثل إضافة حقيقية للعملية الإنشائية اللي تشهدها فروع النادي المختلفة خلال هذه الفترة. طبعا إدارة النادي وجهت الدعوة إلى كل قيادات النادي الأهلي ولجانه المختلفة للمشاركة في هذا الافتتاح الذي يبدأ في 5 مساء بحضور المسؤولين عن الشركة المسؤولة التي قامت بتنفيذ المشروع، وطبعا شركة ابن سينا وهي إحدى الشركات الوطنية الكبرى والتي أبدت تعاون كبير مع إدارة النادي الأهلي لإنهاء هذا المشروع لخدمة أعضائه النادي، خاصة أن هذه أزمة تواجه الأعضاء منذ سنوات زي ما اتكلمت فيها مع حضراتكم. ألف ألف مبروك لكل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، إن شاء الله غدا يكون افتتاح، وكالعادة دائما افتتاحات النادي الأهلي بتليق بأعضائه وبجمهوره كل الناس. بكرة إن شاء الله نقعد نتفرج على شاشة قناة النادي الأهلي الساعة 5 نتفرج على افتتاح جراج كان أو يستوعب 1000 عربية. مشكلة الحقيقة كانت كبيرة جدا، ولكن المشكلة دي الحمد لله الحمد لله في وجود مجلس الإدارة اتحلت واتحلت بشكل جذري. ألف ألف مبروك لكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ولكل أعضاء جمعيته العمومية.